اللي يعين الوزراء ويختارهم رئيس الوزراء. ومرينا في كل الحكومات السابقة في حالة غريبة من تكرار الفساد وضرب الوحدة الوطنية، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة للدولة. طالما لم يتم محاربة فساد أو الحفاظ على الوحدة الوطنية، إذا رئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة للدولة. كونك أحد أفراد الأسرة الحاكمة مواطن، وإحنا مواطنين، ما في فرق بيني وبينك، وبالعكس احنا ضمن الكلام الكثير اللي اشدنا فيه بالاسره الحاكمه وتمسكنا بالاسره الحاكمه. رئيس الوزراء موجود عضو في هذا المجلس، والدستور اعطى النواب الحق في مساءلته ومحاسبته، لكن الاسره الحاكمه يزج فيهم كبيرهم وصغيرهم، نسائهم ورجالهم، هذا غير مقبول. رئيس الوزراء، الوزراء الموجودين وتحملون مسؤوليه ضمن الدستور هم مساءلين وامامكم، لكن ما ينسحب هذا على كبار وصغار، رجال ونساء. نحن موجودين نتحمل مسؤولية ونتحمل تبعات هذه المسؤولية، وإذا قصرنا في عملنا نحن أمامكم قابلين للمساءلة، وهذا واجبكم. من لا يتحمل مسؤولية مثل ما قال الأخ شعيب، مواطنين، القانون ينطبق على الجميع. وأود أن أختم بأن سيدي صاحب السمو قبل أقل من شهرين أكد للمواطنين لن يفلت أحد من العقاب مهما كانت مكانته أو منصبه متى ما ثبت التهم عليه. كلنا ينطبق عليه القانون والدستور. أنا بس بأكد له أن قلت أنا عن الأسرة الحاكمة، لأن من يتولى المسؤولية هو أحد أطراف هذه الأزمات التي تعيش فيها الدولة. إذا موافقة على شرط كل الإساءات التي وجهت إلى الأسرة الحاكمة.